تنشرفوا بريز ديال الدار اللي تلحت لنا الفرصة باش نتكلموا على المشاكل اللي عندنا في القاعات الرياضية. أول حاجة معكم سعيد رزام، رئيس جمعية رياض سبور وعضو في العصبة الشمال الدار البيضاء ورئيس مديرية المحمدية سابقا. يعني نتأسف على الوقفة اللي توقفنا أول مرة في الكونفينمون الأولى والوقفة الثانية. يعني غنهضر على الضرر اللي تعانيو به الإخوان ديالنا في الرياضة في الصعيد المغربي كله، يعني منهم عبدو ربيه. يعني صراحة أنا ما حديتش نحس بواحد الضرر الا وتنعرف حتى الاخوان ديالي اللي في الرياضه تما راه تيكونوا مضرورين تما ويكونوا مضرورين اكثر. بالنسبه للتوقفات اللي كاينين دابا حاليا في هذا القطاع الرياضه، يعني ما كاين حشومه اللي تيشوفوا على الرياضه بوح اول هدف ليهم هاد الوزارات يشوفوا الرياضه. علاش الرياضه بالضبط؟ هي الرياضة هي الهدف الصحي ديال الإنسان، والرياضة هي تتعطي الطاقة، تتعطي المناعة، تتعطي بزاف الحوايج. يعني تقريبا واحد 70% أو 80% هنا في المغرب تيديروا الرياضة يعني بصحة جيدة إن شاء الله، يعني ما عندهمش مشكل في التنفس ديالهم، ما عندهمش مشكل هكا، تيكون عندهم طاقة في الجسد ديالهم. وحنا تنوجهوا النداء لهاد الناس المسؤولين اللي تيتوجهوا لهاد القاعات الرياضيه اللي تيوقفوها، يعني وقفتيني ما كاين حتى مشكل، كاين وباء ولكن عوضني، عطيني تعويض. حنا باقيين عندنا الكريديات ديال العام اللي داز، ديال الكونفينمون اللي داز، عندنا كريديات باقي لدابا تنخلصوا فيهم. حنا قلنا يلاه بدينا تنخدموا باش نخلصوا، احنا دابا كي غنديروا دابا نعاودوا نزيدوا شي على شي؟ شي راه بزاف. وصراحه تنطلبوا من الناس المسؤولين تعويض. وقفتيني مسؤول انت على التوقيف ديالي، مرحبا ما كاين حتى مشكل، كاين وباء. حنا ماشي تنقولوا ما كاينش الوباء، الوباء كاين، ولكن عوضني. كما سيدنا الله ينصرو كان دار لنا ذاك الدعم اللي كان دعمنا به وكنا تعاوننا به صراحه، يعني كلينا به وشربنا به صراحه، ولكن ما خلصناش به لي ديالي ديالنا، ما خلصناش به الكراء ديالنا ديال لي صال ديال المنازل ديالنا، الدواء الوليدات ديالنا، كل شيء عندنا كان عندنا كريديت، ولكن كلينا وشربنا. تنقولوا حنا دابا بغينا ناكلوا ونشربوا. دابا هذا الشيء راه وصل للعظم بزاف. والقطاعات اللي كاينين الاخرين يعني تنشوفوا حشومه، تتشوفوا الرياضه بوحدها ما تتشوفوش بعض الاماكن اللي تتكون مليئه بالبشر بزاف، وكاين عليها اكتضاد. يعني هادشي تنعيشوا فيه، تنشوفوا شي بلايص اللي كاين اكتضاد بزاف كاع. حنا في الرياضه راه تنلعبوا تقريبا الانديفيديوال، حنا عندنا الوسائل ديال التعقيم، عندنا الوسائل ديال التباعد، عندنا وليدات صغيورين، يعني وليدات صغيورين اللي ما غيتاداوش هذاك الشيء هما اللي غادي يكونوا الناس ديال المستقبل وابطال ديال المستقبل. يعني تقريبا هرستونا في الاول ديال الابطال ديالنا، مشاو يعني حتى واحد ما بقى رجع، يعني ولاو كل شيء خايف، يعني الابطال ضاعوا وحنا كذلك حتى حنا ضايعين اللي كنا تنعطيهم مجهودات باش يكونوا كالابطال في المستوى. ودابا حاليا عاوتاني قلنا يلا غادي نربيو داك الريش بعدا كي باش نتقعدوا، احنا ولينا عاوتاني وقف. هادشي راه تيضر بزاف في القلب، وهادشي ماشي ديال يعني الشهامه ديال المغرب، ماشي هي هذه. حنا بغينا شهامه تكون اكثر. وقفتيني اعطيني موني، يعني هادشي كاين، راه تبارك الله الخير موجود في البلاد، راه ماشي البلاد واقفه ولا شي حاجه. ما توقفش على حنا الناس ديال الرياضه، توقف على كل شيء. كاين اماكن دابا تمشيو ليها البحر، الاسواق، المرجان، هكا ما شاء الله سبحان الله. زعما كاين البشر بواحد الاكتضاد بزاف كثير كاع، وبنادم بلا كمامات بلا والو. حنا في لي صال تنديروا جميع الوسائل ديال التعقيم، جميع الوسائل ديال الاحتياط، وميم طون تنترينو بالدراري وكيفاش تنفس وكيفاش هكا وضيق النفس، وانتم تجيو تشوركوا علينا وتهبطونا الارض، حشومه عليكم وعيب. هذا عيب وعار، يعني ما تشوفوش فينا حنا بوحدنا، حنا راه وصلت فينا العظم، يعني الجلده والحمراء تسكالت، ونزيدوا فين زايدين تالين غنزيدوا تالين.
المهم كاين معاناه كبيره بالنسبه لكم، كاين متاخرات كما قلتي تاع الديون، كاين اللي ربما حافه الافلاس، شفنا وقرينا ان كاين اللي عنده مشيكات مثلا. نعم نعم نعم، كاينين الناس دابا اخوان منهم انا النيس، عندي شيكات وعندي ديون كثيره اللي ولينا نحشموا كاع ندوزوا قدام عباد الله اللي ساقوا فينا وعطاونا ولينا نحشموا، والله حتى ولينا نحشموا. وكاينين اساتذه كبار حتى هما مساكن حتى هما وصلت فيهم باقي لدابا ديون، وبغاو يمشيو ويخرجوا يخدموا الخدمين اللي كانوا في الاولى. هذا كاين اللي مشى بناي، كاين اللي مشى حداد، كاين اللي مشى هكا. يعني الاستاذ هنا في المغرب ما بقاش عنده قيمه، ما بقاش عنده قيمة، كانت عنده قيمة كثيرة. كان أستاذ رياضة، أستاذ الكاراتي، أستاذ فول كونتاكت، أستاذ سومبو، بطل العالم. احنا كاع كنا أبطال، كنا أبطال، أبطال المغرب، وكنا أبطال إفريقيا، وتبارك الله دوزنا بزاف الحوايج. ولكن دابا تهانينا ولينا تنبانو صغار بزاف، يعني لواحد الحجم ديالنا حسينا براسنا ولينا ضعاف، ما بقيناش قويين. وهذا الشيء راه تضر كاع جميع الأساتذة اللي كاينين في المغرب هنا. وتنطلب من الحكومه الا دارت شي قرار وخرجت قرار تخرج معاه شي حاجه ديال الدعم للاساتذه، حقاش هذوك راه هما اللي تيربيو لكم ولادكم. نتوما راكم تقدروا ما تربيوش ولدك، ولكن ملي تيمشي شي صال وتيمشي شي عند استاذ عنده خبره يعني تيتربى تما. حنا تربينا صراحه مع الاساتذه ديالنا الكبار، وتن دابا تنكن لهم كاع جميع الاحترام، وتنشوفوهم دابا تنسلموا لهم على يديهم، حقاش داك الشيء اللي عطاونا اللي حسينا به حنايا عطاونا شي حاجه زوينه. ولكن دابا قتلتوا الرياضه، وقتلتوا الاساتذه، وقتلتوا الجمعيات الرياضيه، قتلتوهم صراحه. هذه هي لا فينيش ديال الرياضه هنا في المغرب. بحسن المعرفه بانها انتم في طوكيو، يعني حشومه وعيب وعار، ما بغيتش نهضر على هذا الشيء. يعني حاجه زعما كاين ما تيصدقهاش العقل. تنتمناو ميداليه ذهبيه في جميع المجالات ديال الرياضه، ولكن ما كاينش. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله على هذا الشيء اللي قلت. و تقريبا انت في هذه الرياضه؟ انا تقريبا في هذه الرياضه، تقريبا اللي دوز في هذه الرياضه واحد سنين كثيرة تبارك الله، زعما واحد 50 عام تقريبا دابا وانا في هاد رياضة الكاراتيه. أنا في العمر ديالي دابا 56 عام ملي كانت عندي 6 سنين وأنا أمارس هاد رياضة الكاراتيه، ومارسها بحب وبعطاء. وكنت بطل، أسيدي كوني بطل، وتا أنا بغيت نكون أبطال، وكون أبطال يعني اللي مشاو في المنتخب واللي مشاو في يعني مشاو في المسيرة ديالهم زوينة، وكان اللي عندهم ديسال دابا او لا اله الا الله. المهم هذا الشيء التجربه اللي عندك. نعم، ربما هذا التوقفات اللي تديرها الحكومه ماشي عندها غير الضرر المادي ولا شيء، يعني الضرر كما قلت تاع المستقبل، خصوصا ان اشرتي لواحد المساله اللي هي طوكيو. حنا مقبلين مثلا ربما اننا كنهضروا على الالعاب الاولمبيه القادمه اللي غتكون في فرنسا، هذا يعني الا بقات الامور هكا ما غاتكونش عندنا ابطال، يعني ما غنتوقعوش اننا نديروا شي حاجه. اش غنقول لك، كان الاستاذ خالد يتربي استشار الى هذا الموضوع هذا كبير، زعما كاين قال كلام زعما كاين في صميم القلب، يعني كان جبني هكا هضر على هذه المرحله ديال الابطال. ولكن الا بقينا في هذا المستوى ومن الناس ديال الرياضه او الناس ديال الحكومه ديال سميتو وزاره الشباب والرياضه اللي ما التفتوش لهذه المسؤوليه ديال الرياضه هنا في المغرب، يعني الرياضه راه غتهبط واحد الشكل يعني ما يعني اللي غنتاسفوا عليه. يعني تشوفوا في قطاعات الرياضيه الاخرى ديال الفوت او الباسكت او الهوند، ولكن ما تشوفوش في اللعبه اللي تتعطي لي ميداي كثيره، هي اللعبه ديال لي زارماسيون. حنا دابا المغرب هنا تنهزوا الرايه ديال المغرب بلي زارماسيون، يعني فين ما مشينا الاولمبياد تنجيبوا دي ميداي، مشينا لبطوله العالم تنجيبوا دي ميداي، مشينا لاي بطوله افريقيه بسميتو بمناسبه كانت بطوله في افريقيه في مصر ديال سامبو، المغرب تكلاصا فيها هو الاول بسعود الميداليه الذهبيه اللي كانوا فيها
دول كثيرة اللي لعبات اللي مارست في هذا المجال، والمغرب تبارك الله جاب ميدالية ذهبية تكلاصة هو الأول في إفريقيا في لعبة السامبو. يعني هنا لعب فردي ما كاينش جماعي، كون كان لعب جماعي بحال الفوت هكاك حنا ما بقيناش نفرحوا بهاد الالعاب الجماعيه، ولينا تنفرحوا بالالعاب الفرديه، وتنتمنى يعطيو مسؤوليه كثيره لهاد الالعاب الفرديه ديال لي زارماسيون. عندنا لو بوكس، عندنا لو كاراتيه، عندنا الفول كونتاكت، عندنا التيكواندو، عندنا الكيك بوكسينغ، هادو كلهم يعني الا عطاهم واحد شويه ديال الحراره وتهلاو في الناس لحقاش حتى التهلو ما كاينش. صور البطل تيخلص على جي على راسو باش يمشي يشارك، بعد خطرت البطل تيخلص على راسو ترونسبور باش يمشي يشارك، فهمتي؟ يعني ما كاينش دعم، الفلوس كاينه موجوده، فين تتمشي؟ فين تتمشي هاد الفلوس؟ تتعطى تتحط الملايين صحيحه، تتحط الملاير تيقسموها بعضياتهم وتيخليو الابطال تيموتوا مساكن وتيعانيو الناس اللي عندهم قرحه ديال اللعبه، اللي باغي يكون بطال وباغي يشوفوا عائلته بطال وباغي يشوفوا بلاده بطال وتا هو يهز رايه المغرب هنايا. الناس دايره واحد الكابيتان ديالها ودايره واحد يعني واحد الكوفر فور دايره عنده في الدار ديالو تياكل ويشرب مع راسو تيخلي الابطال تيموتوا. المهم معاناة كثيرة دابا الأبطال دابا تيعانيو وصحاب القاعات تا هما تيعانيو. يعني حنا ولاد دابا الدري تيجي عندك لاصال تيوقف، أبطال تيجي تيوقف أستاذ كاين اليوم نترينيو، تنقول لهم أودي راه حنا كونفيني، راه حنايا واقفين ما كاينش لونطريمون، يعني تيجي الساكو بشي بحال هاتو. يعني الدراري تا هما تأزموا، الابطال تازموا عندنا والله تتازموا حق ربي، تيهضروا في التليفونات استاذ امتى واش كاين نمشيو نترينو في الغابه او هكا او نديروا شي حاجه. تنقول لهم اولادي راه حنا دابا اي حاجه درناها خلق القانون يعني غنتعاقبوا، حنا محتارمين القانون ديال السلطات، ولكن هما ما محتارميناش، هذا هو المشكل، ما محتارميناش، ما عطيناش قيمه. كون كانوا عطينا قيمه غادي نحسوا براسنا بان حنا كاينين، ما بقاوش عطينا قيمه. دابا انا حاليا وليت تنقلب على خدمه، نمشي نخدم في اي مجال، اي مجال بغيت نمشي نخدم كيما كان نوعه. المهم بغيت نصور ما نوكل ولادي وما نخلص لي ديالي ديالو وما نخلص سميتو المشاكل ديال لي داك وديال دابا لي داك. والله العظيم الا ديال الكونفينمون ديالك العام يلاه كيكملت عليهم، داروا لي تريطات يلاه كيكملتها، ميم با دابا واحد الشهر يلاه كيكملتها، داروا لي تريطات. قلت لهم ودي انا استاذ وهكاك ومشيت وغوت وبكيت عليهم صراحه باش يديروا معايا وسيله، سينو غادي يقطعوا لك الضو والماء. ولكن تعاملوا معايا صراحه، تعاملوا معايا وخلصت لي ديليد، عطيتهم دي شيك باش هما هما يتاثروا، عطيتهم دي شيك وخلصت. واش غنقول لك، ومالي الكرات هما راه ماشي ينفعكش اي واحد في الكران، كاري لاصال كاري المنزل ديالي ديال العيش، عندي تقريبا واحد خمسة نفوس في الدار، يعني خصهم تما ماكلتهم، خصهم دواهم، خصهم هادي خصهم هادي. انا مرضية دابا شي واحد شداتو كورونا شي حاجة باش غنداويه؟ ما عندي باش نداويه والو صراحة، والله العظيم تنهضر معاك معقول، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي نبني عليها نفسي نقول راني حاط واحد 10000 ريال ولا حاط واحد 1000 درهم ولا حاطه دايره على حساب والو. داك الشيء ما كاين طقطق وما كاينش بعد خطره تنديروا ما كاينش، وبعد خطرات من المعيشه ديالنا في الدار تناكلوا داك الشيء اللي قسم الله. يعني نموذج المعاناه اللي ولات اساتذه وارباب قاعات كيعانيوها معاناه كثيره. دابا الاصدقاء كاع ديالي الاساتذه كلهم اللي تنعرف كلهم تيعانيو واحد المعاناه اللي تنعاني فيها حتى انا. تنتقاسموا المعاناه وتنتقاسموا، بعد خطره تكون عندنا حتى شي حاجه زعما كاين شيطه او ماشي شيطه، شي حاجه زايده هكاك، فلان اجي دي واحد اللعيبه، فلان اجي نقسموا معك هذه، يعني تنبارطاجيو بعضياتنا الحاجه ديال الماكله، يعني الفلوس ما كايناش ولكن حاجه الماكله تنبارطاجيو بعضياتنا. حتى لا انا دبرت شي حاجه راه كاين الاستاذ الاخر تاهو تنفكر في هذا وفي هذا وفي هذا، ماشي تنشوف على راسي ونسد عليا، حقاش هذوك خوتنا وعشنا معاهم من صغرنا وترينينا معاهم، درنا معاهم هذه اللعبه ديال الكاراتيه، لحقاش انا بصفتي تندير الكاراتيه، وتا الناس ديال اللي معنا في التنسيقيه الجمعيات الرياضيه لفنون الدفاع بالمحمديه
يعني كاينين جميع المجالات، كاينين جميع الرياضات، كلهم تنبارطاجيو وتندقوا على بعضياتنا وتنشوفوا شكون اللي مخصوص. المهم كون ما كناش حنا بعضياتنا هكا جو التضامن بيناتنا، التضامن بيناتنا، شكون اللي غادي يشوف فينا؟ كاين الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ولكن تنشوفوا هاد الناس اللي داروا وقفونا هما اللي خاصهم يشوفوا فينا. وهذا المشكل اللي كاين دابا ديال هذا الوباء اللي طلع لواحد الدرجه اللي ما تتصورش، راه ماشي مشكلتنا حنا. حنا تقدينا على الوباء، درنا الكونفينمون الاولى قدينا على الوباء، جلسنا في ديورنا ما خرجناش لمده 3 شهور، ما خرجناش بقينا في ديورنا وتغلبنا على الوباء. الوقت اللي جات وهاد الموجه اللي جات من برا وتعرموا عاتاني ديروا هكاك وبنادم ولا متضامن بعضياته، وهاد العيد الكبير عاتاني بنادم تجمع، هنا فين طلع؟ وهادشي راه ماشي مسؤوليتنا حنا، مسؤوليه الحكومه هي اللي مسؤوليتها. حنا ما درنا والو في هادشي، ما كنا محتفظين على ريوسنا والحمد لله. العائله ديالنا ما عمر شي واحد شدته كورونا، كاينين الناس نعرفهم شداتهم وتغلبوا عليها والحمد لله تشافوا، ولكن حنا كنا حاضين ريوسنا وحنا نتاداو. دابا حنا تادينا، ولكن راه حنا تادينا كقطاع رياضي. حتى القرارات اللي خداوها مؤخرا ضروا حتى السياحه نتاع الاغلاق مع السعودي الى غير ذلك، كانت بزاف القرارات اللي كانت مفاجئه. كانت القرار الاول المفاجئ اللي حنا دابا القطاع ديال الرياضه اللي تنخدموا يعني من 6 العشيه ل 10 الليل ل 11 الليل هكا، يعني كان واحد الانشقاق، يعني بحال تقسمنا ولينا 9 الليل خصنا نحبسوا، يعني 9 الليل كيفاش خصنا نديروا؟ خصنا نقصوا ثمن السوايع ديال الرياضه. كاين وتهرسنا النيت ملي نقصنا من السوايع ديال الرياضه، الناس ما بقاوش يجيو عندنا. كاينين داك اللي تيترينيو من 9 الليل ل 10 الليل ما بقاوش يجيو، حتى هما تيقول لك ديك اللي خدام تيخرج ل 9 الليل، خدامين الناس في القيوات، خدامين الخدمه ديالهم العمل ديالهم، يعني تيتريني من 9 ل 10 حتى هما ما بقاوش يجيو. يعني حنا واكلين العصا واكلين العصا. ثم جا القرار نتاع الاغلاق، جا القرار ديال الاغلاق، راه حنا كلينا العصا ووصلت لنا الاحباط الذاتي والاحباط العقلي، ويعني ولينا معصبين لواحد الدرجه اللي ما تتصورش. تنقول واش هاد الحاله يا سيدي ربي، ولينا تنطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يفرج علينا باش نحاولوا نرجعوا للخدمه ديالنا ونرجعوا للعمل ديالنا. وتنطلب من المسؤولين يحاولوا يديروا واحد التفاته كبيره لهاد الناس ديال الرياضه، بالاخص الرياضه ديال لي زار مسيو. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.